السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سأقرأ لكم سورة الناس 3 مرات. أتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو وتشاهدوا الفيديو لنهايته، وشكرا جزيلا لكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. كتب التفسير في سبب نزول سورة الناس أنه كان غلام من اليهود يقوم على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء إليه اليهود وطلبوا منه شيئا من مشاطة رأس النبي صلى الله عليه وسلم وعدد من أسنان مشطه، فلم يتركوه حتى أعطاهم ما طلبوا منه، حيث سحروا النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما أخذوه من مشاطة وأسنان المشط. وكان الذي تولى هذا الأمر منهم اليهودي لبيد بن الأعصم، حيث قام بدسها في بئر للماء لبني زريق يقال لها ذروان. مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وانتثر شعر رأسه، وبقي على هذا الأمر 6 أشهر. ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.